نتنياهو تحت حصار المعارضة الإسرائيلية. فشل صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس، قنبلة موقوتة تتصدر فشل نتنياهو في تحقيق أهداف حرب غزة وقد تنفجر في أي لحظة. قادة ثلاثة أحزاب معارضة اتفقوا على خطة تشكيل حكومة بديلة، وطلبوا عضو مجلس الحرب بني غانتس بالاستقالة والانضمام إليهم. الاجتماع ضم زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان ورئيس حزب تكفى حداشة غدعون ساعر. فهل ستتمكن المعارضة من الإطاحة بنتنياهو؟ انتقادات غير مسبوقة وجهتها المعارضة الإسرائيلية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم تتوقف منذ بدء حرب غزة في أكتوبر الماضي. زعيم المعارضة يائير لابيد قال في منشور عبر منصة إكس سبق الاجتماع الثلاثي أن نتنياهو فقد السيطرة وأن شعب إسرائيل يستحق حكومة جادة تعتني بأزماته ورئيس وزراء غير مذنب بارتكاب الكثير من الكوارث وفق تعبيره. فيما اعتبر أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل في خطر وجودي ولا يمكنها الاستمرار مع القيادة الحالية لنتنياهو، مطالبا بتوحيد كل القوى من أجل إنقاذ إسرائيل. وفي 18 من مايو الجاري أمهل غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى 8 يونيو المقبل لوضع استراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فسينسحب فورا من الحكومة. متابعة لدور المعارضة الإسرائيلية، التكتل الجديد، كيف ستنفجر قنبلة المعارضة بيد نتنياهو بعد أن فشل في استرداد أو استبدال المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس منذ أكثر من 7 أشهر؟ نرحب بضيفينا من القدس الكاتب والباحث السياسي يوني بن مناحم، ومن تل أبيب الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية علي واكد. أهلا بكما. أبدأ معك سيد بن مناحم، كيف يمكن قراءة ضغط المعارضة؟ كيف سيرد بنيامين نتنياهو؟ ماذا يعني هذا التكتل الجديد؟ وأزمة المحتجزين لدى حماس تلهب الشارع الإسرائيلي من دون توقف في تظاهرات ضخمة. التظاهرات هي ليست ضخمة، هذا غير صحيح، في مبالغ فيها، هي لا تصل إلى عشرات الآلاف، يا عدد هذا ما تقوله وسائل إعلام إسرائيلية من عائلات المخطوفين. نعم، المسائل الإعلام الإسرائيلية المؤيدة للمعارضة ليس لنتنياهو، ولكن حسب معطيات الشرطة الإسرائيلية، إذا نأخذ المعطيات هاي، هذه المظاهرات هي مكونة من عائلات المخطوفين، والجزء الآخر هو من الذين عرضوا قبل الحرب عرضوا الإصلاحات القضائية لنتنياهو، ولكن هم لا يمثلون الأغلبية في الشارع الإسرائيلي. ولذلك أنا حسب تقديراتي، وأنا ليس من مؤيدي نتنياهو، أنا حسب تقديراتي أن هذه المظاهرات لن تؤثر على استقرار هذه الحكومة. الوضع هو بسيط جدا، لنتنياهو يتمطع بأغلبية ساحقة في البرلمان الإسرائيلي في الكنيسة، ولدي 64 مقعد. سأعود إلى هذه الحسابات، ماذا خسر وإلى أين يمكن أن يذهب نتنياهو في مواجهة هذه المعارضة؟ ولكن أستاذ واكد، هل توافق السيد بن مناحم في التقليل من أهمية هذه التظاهرات التي تعم معظم المدن الإسرائيلية، وكيف تنعكس على تحريك الرأي العام ودعم أيضا للمعارضة الإسرائيلية حصل في الأسابيع الأخيرة ودفع إلى هذا الاجتماع الثلاثي؟ لا، أنا لا أقلل من هذه التظاهرات، علينا أن نذكر أن هذه التظاهرات أعادت وزير أمن في إسرائيل كان نتنياهو قد قاله في شهر أذار مارس من العام الماضي، على خلفية تحذيراته من أن هذه خطة الإصلاح القضائية التي أحدثت شرقا في الشارع الإسرائيلي قد تستغل من قبل أعداء إسرائيل ليقوموا بهجمات مختلفة، وشهدنا الذي حدث في 7 أكتوبر، وكانت تجسيدا لاستغلال خصوم أعداء إسرائيل لحالة الانقسام الداخلي. لذلك أنا لا أقلل، واضطر بنيامين نتنياهو حتى يومنا هذا، أي بعد مرور عام وشهرين 3 أشهر،
أن يتعامل مع وزير أمن هو لا يثق به ولا يريده أصلا في حكومته، لكنه يعرف أن هذا الوزير بات معيار بالنسبة للشارع، ليفهم الشارع هل يدير بنيامين نتنياهو الحكومة وفقا لنفسه ورغباته الشخصية أم وفقا لمصالح إسرائيل الوطنية والقومية. هذا من ناحية، ولكن من ناحية ثانية أن أتفق مع السيد بن منقيم أن يعني ثقل هذه التظاهرات في تغيير مجمل سياسة الحكومة هو محدود. نجح بنيامين نتنياهو في تسييس ملف المخطوفين، واليوم يعني بشكل غريب بات من يؤيد الإفراج عن المخطوفين في إسرائيل وكأنه يؤيد هو يؤيد التنازل عن المصالح الأمنية لإسرائيل، وهذا لا أحد يستطيع أن يأخذه من بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو فنان في السياسة لدرجة أنه حتى مسألة المخطوفين ومؤيدي عائلات المخطوفين نجح في أن يضعها في خانة المعارضة، وبالتالي المؤيدون نتنياهو حتى وإن كانوا مع الإفراج عن المخطوفين لا ينزلون إلى الشارع للمطالب بالإفراج عنهم لكي لا تبدو هذه التظاهرات ضخمة، ولكي يستطيع المحللون مثل السيد بن منخيم أن يقولوا أنها ليست ضخمة ومحدودة، لأن هناك انقسام في الشارع وهناك خوف في الشارع من أن يفسر أي نزول للشارع للمطالبة بالإفراج عن المخطوفين وكأنه مطالبة للإطاحة بحكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، حكومة يمينية خالصة صرف للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل. سيد يوني، ما يقوله السيد واكد مرتبط بنجاح حققه نتنياهو سياسيا، ولكن كيف يمكن قراءة الاتهامات؟ يعني ثلاث قادة في المعارضة دعوا بني غانتس، عندما يقول يائير لابيد، جدعون ساعر وأفيغدور ليبرمان إن على بني غانتس الانضمام في هذا التحالف وأن إسرائيل إلى زوال وهي في خطر مصيري، هذه النقاط تحديدا أليست مرتبطة بالفشل السياسي؟ هذا كلام فارغ. إسرائيل هي دولة قوية جدا وليس هناك خطر على وجودها، هذا شيء مستحيل والكل يعلم ذلك. والمشكلة إنه حتى إذا انسحب بيني جانس من الائتلاف الحكومي، ما هو هدد نتنياهو المتوقع أن ينسحب من الحكومة حتى 8 من الشهر المقبل. حتى إذا حصل ذلك، كما قلت لك، لنتنياهو على الأغلبية الساحقة في البرلمان، فهذا ما لا يغير أي شيء. حتى إذا اندام بيني جانس إلى هذه المعارضة الجديدة، المعسكر الجديد الموحد، هذا لا يؤثر على الوضع السياسي لنتنياهو، لأن نتنياهو يتمطى بالأغلبية الساحقة في البرلمان، ولا تستطيع إسقاط نظام نتنياهو بدون سن قانون بالكنيسة لحل الحكومة، وهذا شيء مستحيل لأن نتنياهو عنده الأغلبية بالبرلمان. طيب أستاذ واكد، يدعوت أحرنوت وأيضا هارتس، الكثير من الأقلام الإسرائيلية تتحدث عن الفشل السياسي، عن هذه المرحلة تحديدا، بأن إسرائيل لم تكن منقسمة في السابق، الفشل اليوم في المفاوضات، نتنياهو يضع الكثير من العراقيل، هنالك حرب رفح وهذه الصورة، قرارات دولية، إصدار مذكرات توقيف تتحدث عنها الصحافة الإسرائيلية بحق كبار المسؤولين وتحديدا بنيامين نتنياهو، هذه الصورة الجديدة ليست أيضا فشل سياسي؟ أنا أعتقد أن كل ما حدث منذ 7 أكتوبر عمليا، منذ إطلاق حكومة نتنياهو خطة الإصلاحات القضائية التي وصفتها المعارضة بخطة الانقضاء أو الانقضاض على الديمقراطية، يعني بدأنا نشهد تعميق للانقسام في إسرائيل. يعني أنا أريد أن أقول، السيد بن ماخم يقول أن هذا كلام تافه القول بأن هناك يوجد تهديد وجودي. حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو وصف الذي حدث في 7 أكتوبر بأنه تهديد وجودي بالنسبة لإسرائيل، لقيادة إسرائيل بشكل جمعي. الحرب التي تدار الآن في غزة هم يسمونها حرب الاستقلال الثانية، حرب الاستقلال بمعنى أن غير متأكد أنك ستبقى وستكون دولة مستقلة. حتى يتغير المصطلحات لنتعامل مع المصطلحات الرسمية، إسرائيل تصف هذه الحرب بأنها حرب الاستقلال الثانية. إسرائيل الرسمية تقول أن الوضع في غزة يشكل تهديد وجودي، ولكن
الخبراء الأمنيين وقيادات الأجهزة الأمنية يعتقدون أن أكبر تهديد وجودي لإسرائيل هو هي ليست التهديدات الخارجية صحيح. بقدر ما هي الانقسامات الداخلية، ولا يوجد أي شخص لديه أسهم في مصنع وفي معمل وفي الانقسام الإسرائيلي كما هو الحال بالنسبة لبنيامين نتنياهو عراب الانقسام الإسرائيلي، الرجل الذي المرة تلو الأخرى انتصر في الانتخابات وسينتصر بالمناسبة في الانتخابات لأنه نجح في تعميق الانقسام في الشارع اليهودي على مبدأ يعني أنا ومن خلفي الطوفان. بنيامين نتنياهو سأعود يريد إلى أن الأرقام التي كنت ذكرتها أستاذ علي وما قاله السيد أيضا يوني بشأن انتزاعه 64 مقعدا، ولكن سأذهب إلى هذه الأرقام ونتابع. بعد قرابة 8 أشهر من بدء حرب غزة والانقسام الإسرائيلي الداخلي حيالها، يلتقي قادة 3 أحزاب معارضة لبحث خطط الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو. فما هي هذه الأحزاب؟ ما هو حجم تمثيلها في الكنيسة الإسرائيلية؟ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس حزب هناك مستقبل لديه 24 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. لابيد الذي ينتمي إلى تيار الوسط يسعى لتشكيل ائتلاف مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني أفيغدور ليبرمان الذي انتزع 6 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، وينضم إليهم زعيم حزب الأمل الجديد جدعون ساعر والذي أيضا المستقيل من حكومة بنيامين نتنياهو، وتتكون كتلة ساعر من 4 مقاعد فقط. يسعى هذا الثلاثي لضم زعيم حزب الوحدة الوطنية الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس المتحالف مع الوزير الآخر غادي أيزنكوت ولديهما 8 مقاعد داخل الكنيسة. أما تحالف نتنياهو فيضم 64 مقعدا بالتحالف بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش إلى جانب حزب حوتسما يهودت بقيادة إتمار بن غفير وأحزاب يمينية أخرى. تبقى أمام ائتلاف المعارضة المرتقب تحديات، وعلى رأسها إقناع مستقلين بالانضمام إليهم ليتمكنوا من نيل أغلبية داخل الكنيسة لتشكيل حكومة جديدة أو حتى الدعوة إلى انتخابات مبكرة. نعود إلى ضيفينا القدس الكاتب والباحث السياسي يوني بن مناحم ومن تل أبيب الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية علي واكد. أستاذ يوني، كنت تتحدث منذ قليل عن الأرقام، عن هذا الائتلاف، عن 64 مقعد داخل الكنيسة الإسرائيلية، التحالفات المبنية مع هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة. اليوم المشهد يزداد تعقيد مع الغضب الشعبي ومع كل هذه المواقف، أما اجتماع المعارضة فيبقى محدودا، يعني كما توافقت أيضا مع ضيفنا من تل أبيب. ليس هناك أي تراكمات وردب، وهذا كل الكلام هذا غير صحيح، هذا هو أوهام صحفية، وهذا الانتقادات لجدعون ساعر وليبرمان ويائير لابيد بالنسبة لنتنياهو هذا ليس شيء جديد. الجديد أنه هم اليوم توحدوا وينتقدوا نتنياهو بصورة ثلاثية، يعني فيش إشي جديد بهذا الموضوع، يعني هذا خلق أوهام. لأنه قلت لك نتنياهو لدي الكتلة ثابتة في البرلمان 64 مقعد، وهذا هو الذي يكرر سقوط الحكومة أو بقاء الحكومة، وهذه الكتلة الثابتة ليس بإمكان هذول الثلاثة أن يزعزعوا هذه الكتلة، ولذلك كل الانتقادات والأخبار الصحفية والدجل الإعلامية لن تغير الوضع السياسي، عليك أن تفهم ذلك. سيد واكد، يعني استمعت إلى سيد بن مناحم في هذه القراءة السياسية، ولكن نجاح المعارضة في تشكيل هذا الائتلاف ما لوح به بيني غانتس، الاستقالة المرتقبة بعد أيام قليلة، ماذا حقق بنيامين نتنياهو وأي دورات أو أي حسابات داخلية قد تنجح المعارضة في تحقيقها؟ يعني أنا لا أعتقد، أنا وافق السيد بن مناخم أن ائتلاف 64 هو ائتلاف راسخ متجانس يمين واليمين المتشدد الذي يعني للمرة الأولى هو موجود في الحكم ولن يتنازل بسرعة عن حكمه، لذلك يبدو هذا الائتلاف راسخ وثابت. فقط يمكن أن يكون هناك متغير واحد يؤدي إلى إحداث تصدعات داخل هذا المعسكر، وهو التالي: بعد أيام سيستقيل بيني غانتس من الحكومة
رجل الولايات المتحدة داخل الحكومة، الولايات المتحدة لا تثق لا ببنيامين نتنياهو، وطبعا تعتبر يعني وزرائه من الأحزاب الأخرى شخصيات غير مرغوب بها في الولايات المتحدة. ويبقى السؤال، عندما سنلمس تداعيات انسحاب جانس على التعاون الأمريكي الإسرائيلي، ونحن ربما مقبلون على حرب في الشمال، وستحتاج إلى حوار معمق مستمر بين القيادتين الإسرائيلية والأمريكية، هل سيشعر يوآف جالانت مثلا، وهل سيشعر بعض المعتدلين في الليكود أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية يمكن أن تكون بخطر في هذه الفترة الحساسة، ويدعونا ليس إلى الذهاب لانتخابات مبكرة، ولكن ربما إلى تشكيل ائتلاف، إلى تشكيل ائتلاف جديد داخل الكنيست الحالية، بمعنى أن يبقى الليكود هو صاحب الغالبية في الحكومة، ولكن أن يرأسه شخصا آخر. هذا بالون اختبار يعني تم إطلاقه في الهواء قبل عدة أشهر، وأعتقد أنا مع انسحاب جانس سنعود ونسمع أن هذا البالون يعود إلى الواجهة مرة أخرى في رغبة من كل الأطراف. وبالمناسبة هناك أصوات صامتة حتى الآن داخل الليكود تعتقد أنه حان الوقت لبنيامين نتنياهو أن يتنحى جانبا إسرائيل من انقسامها الداخلي، لأن هذا الانقسام الداخلي لا يساعد إسرائيل على مواجهة التحديات بشكل موحد. لماذا أقول بشكل موحد؟ لأن جانس الرجل الثاني في مجلس الحرب يعتقد أنه يجب الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب، ويعتبر أن السلطة الفلسطينية هي الشريك لمرحلة ما بعد الحرب، بينما نتنياهو قالها بشكل واضح، لا فرق بين حماس وبين السلطة الفلسطينية، ولا رؤية واضحة لبنيامين نتنياهو بشأن مرحلة ما بعد الحرب. وهذا أمر ليس بالسهل، خاصة أنا نعرف أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والولايات المتحدة تعتقد أن من بين الأدوات لإضعاف حماس هو طرح مبدأ ومسألة مرحلة ما بعد الحرب والحكم البديل في قطاع غزة، لشأنه ربما أن يزيد الضغوط الداخلية والخارجية على حركة حماس وبالتالي إضعافها أكثر. سيد يوني، المكائد والاستقطاب اليوم ودور المعارضة الذي لعبه نتنياهو في السابق، الكل يعلم كيف أطاح بائتلافات حكومية، كيف أعاد التصويت أيضا داخل الكنيست، العودة إلى الانتخابات. اليوم هناك من يقول أيضا بأن يعني يعيد نتنياهو اليوم مواجهة ما كان أقدم عليه في عام 2022. هذه القراءة السياسية أيضا أقولها لك عبر الصحافة الإسرائيلية، هل هنالك دقة في هذا السيناريو وقد ينجح نتنياهو في تجاوز ذلك أمام كل الائتلافات وأمام ضمان هذه الوحدة داخل حكومته؟ اسمع، أنا كما أسلفت وقلت لك أنا ليس من مؤيدين نتنياهو، ولكن أنا أعرف، أنا كنت مراسل سياسي ومحلل سياسي 20 سنة، أعرف كل وزراء الليكود كلهم جبناء، لا يستطيع أي أحد منهم أن يتحدى نتنياهو، ولذلك الائتلاف الحكومي هو راسح وقوي جدا ولن يتغير أي شيء. حتى الرئيس بايدن هو لا يستطيع بسبب الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر، لا يستطيع أن يواجه نتنياهو ويتحدى نتنياهو ويتجاهل نتنياهو ويعمل أي شيء، لأنه هو إذا عمل ذلك سيخسر في الانتخابات، واليهود في أمريكا مؤيدين إسرائيل بصورة عامة، ليس فقط نتنياهو، لكن هم يؤيدون دولة إسرائيل، ولذلك الرئيس بايدن لن يلعب داخل السياسة الإسرائيلية، وبالتالي لن يتغير أي شيء. حسب تقديراتي لن يتغير أي شيء، كل ما نسمعه هو تهديدات من المعارضة وائتلافات جديدة وإلى آخره، ولكن هذا لا يغير الوضع على الأرض. يعني أستاذ باكي، ضعف هذه الوزراء، اتهمهم أيضا ضيفنا من القدس بأنهم جبناء، يفرض على شخصية بنيامين نتنياهو اليوم الاستراتيجية الموضوعة للحرب مع الجيش الإسرائيلي، مأساة رفح المفتوحة وما يعانيه مئات ألاف المدنيين المحاصرين هناك، فضلا عن شح المواد الغذائية والإجراءات الإسرائيلية المتخذة المعلنة من قبل بنيامين نتنياهو لعدم إدخال المساعدات، وبالتالي الاشتباكات تتضاعف أمامه، وقد تذهب المعارضة من جديد إلى استقطاب الرأي العام وفق هذه الحيثيات التي تبدأ بالمحتجزين ولا تنتهي بالوضع الإنساني.
لا أعتقد، أنا أعتقد أن بالنسبة للوضع في غزة هناك إجماع في إسرائيل على ضرورة القضاء على حركة حماس، هناك خلاف حول التكتيك بشأن القيام بالوصول لهذا الهدف، هل يجب يعني الموافقة على التوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار مستدامة أو مؤقتة من أجل الإفراج عن الرهائن، ولكن حتى الوضع الإنساني في غزة لا يشكل أي وقود لحراك ضد بنيامين نتنياهو، كلها هي في إسرائيل من اليسار الذي بدأ ينقرض، التي تربط بين الوضع السياسي والوضع الأمني، بين الوضع الإنساني في قطاع غزة والمسؤوليات الأخلاقية لدولة إسرائيل كدولة تمتلك السيطرة على حدود قطاع غزة. هذه تبقى يعني فعلا يعني من حيث الكم في إسرائيل ربما حزب العمل وبعض أقطاب اليسار وطبعا الأحزاب العربية، هؤلاء مع بعض يعني لا يسوون أكثر من حسب اليوم وزنهم في الكنيست أكثر من 10 إلى 15% من مجموع أعضاء الكنيست بإسرائيل. لذلك أنا لا أعتقد أن إن انهارت الحكومة فهي ستنهار على خلفية التطورات الداخلية للوضع في غزة، بقدر ما يمكن أن تنهار بسبب تداعيات خارجية قد تحدث، مثلا محكمة الجنايات الدولية إن تم إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو واضطر بنيامين نتنياهو مثلا لوقف الحرب. في هذه الحالة أنا لست متأكد أن إيتمار بن غفير وحتى بتسالئيل سموتريتش سيبقون في الحكومة، أنا لست متأكد أن يوآف جالانت وزير الأمن سيبقى على في حال تأثرت سلبا العلاقة الإسرائيلية الأمريكية. نحن نتحدث فقط عن غزة، لكن الصحيح هو أن غزة باتت التحدي الأصغر لإسرائيل، بينما أنظار الاستراتيجيين في إسرائيل تتجه نحو الجبهة الشمالية التي يوما بعد يوم تزيد سخونة. وهنا بدأنا نتهيأ في إسرائيل لأن الصيف الذي ينتظرنا سيكون صيف ساخن، وأن يعني سيناريو اندلاع حرب أوسع مع حزب الله بات سيناريو وشيك، وحينما تخوض حروب في إسرائيل أنت بحاجة، وبنيامين نتنياهو ليس الرجل الذي بإمكانه أن يوحد الإسرائيليين في فترة كهذه التي تنتظر إسرائيل. وباعتراف قادتها أي حرب مع حزب الله ستكون مختلفة عن كل الحروب التي خاضتها وإسرائيل منذ نشأتها. سيد بن ملاحم، أريد منك فقط في دقيقتين قبل أن أذهب إلى الاستطلاع عبر منصاتنا والمتصل بملف اليوم، أي قنبلة موقوتة؟ هذه الانقسامات، رأي ما يحصل أيضا لدى الرأي العام وعدم ضبط جبهة جديدة هي جبهة الشمال، وما يعني شرحه أستاذ واكد بأننا مقبلون على صيف ساخن. نعم، أنا بقبل هذه التقديرات، الكل يعلم في إسرائيل وهذا ليس السر، قال هذا الكلام اليوم رئيس المجلس الأمني تساحيا نجبي، قال إنه بعد انتهاء المعركة في رفح التركيز العسكري الإسرائيلي سيكون على الحدود الشمالية مع لبنان لمواجهة حزب الله، فهذا شيء معروف، وبالتالي التوقعات هي بأن بنهاية المطاف حزب الله لن يوافق على الانسحاب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية كما ينص قرار الأمم المتحدة 1701، ولذلك إسرائيل ستكون مضطرة لدفع حزب الله إلى الوراء بوسائل عسكرية. قبل أن أشكر ضيفينا نذهب إلى السؤال الذي كنا طرحناه عبر منصات سكاي نيوز عربية المختلفة في ملف اليوم، وسؤال ملف اليوم: هل تتمكن المعارضة الإسرائيلية من الإطاحة بنتنياهو؟ جاءت إجابات كالتالي: 40% أجابوا نعم قد تطيح المعارضة، فيما 60% قالوا لا لن تتمكن المعارضة الإسرائيلية من الإطاحة بنتنياهو، وهذا الرقم 60% يتوافق مع هذه القراءة السياسية لضيفينا في حلقة اليوم. أعود من جديد وأشكر ضيفينا من القدس الكاتب والباحث السياسي يوني بن مناحم، شكرا جزيلا لك، ومن تل أبيب الكاتب الصحفي المعروف والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية علي واكد، شكرا جزيلا لكما.